بنرحب بالاعلامي الكابتن احمد شوبير معانا في بوابه اخبار اليوم. الله يخليك، اهلا وسهلا بيك. مبارك لك النهارده على التكريم، وعايزين نعرف بقى التكريم النهارده بيمثل لك ايه؟ سعاده، تقدير، بيمثل لي نوع من انواع النجاح، مجهود الناس بتقدرك عليه، استمراريه للجهد الواحد عمله، وكمان تحفيز ان الواحد يبقى افضل في اللي جاي باذن الله عز وجل. شايف المبادره النهارده اللي اطلقتها اتحاد المنتجين العرب، هل هيبقى ليها اثر كبير الفتره الجايه في مجال الاعلام؟ بصي، مصر كلها بتتغير وبتتبدل، واضح ان احنا رايحين لسكه حلوه، سكه جميله، دي باينه قوي قوي الفتره اللي فاتت، وانا عندي امل ان السينما تعود. سينما شيء من الخوف والزوجه الثانيه والارض والاختيار و افلام الحلو، حتى افلام سعاد حسني الجميله القديمه، افلام اسماعيل ياسين، افلام المهندس، يعني مش لازم اللي هي الافلام بين القصرين والسكريه وقصر الشوق، يعني ده رائع بنعشقه كتاريخ. حتى افلام الجميله الخفيفه دي نفسنا تعود تاني. انا حاسس ان مصر بتنضف، مصر بترجع ان شاء الله. شكرا يا استاذ احمد.